خبيبة في الصديع تتحول من جديد لوسام البليو لشباب المحمدية بلمسة بلمسة بلقصوت بلقصوت مر ناسا زنيتي يدخل في تايمينج ممتاز جدا لبعض الخطر. عرجون يلعب كرة للأمام لكن التغطية من أرسين تتحول من جديد زكريا الأبطي الأبطي يمر 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 تردد يدي فكر في جوج حوايج في مرة واحدة، فكر يلعب كرة براسه وفكر وأنه يعمل كنترول ويمر لواحد من رفقائه وبالتالي أضاع البوصلة وضاعت فرصة في خط الوسط لزكريا الوردي لفابريس نجوما نجوما من الطرف اليسر الرجوي عبر نجوما نجوما يلعبها في القيمة الثاني وتدخل الحارس ولي يتحرك بشكل أفضل زكريا الأبطي وحاصر يعني فوق قيمته بالتالي ما نخليناش له الفرصة. كرة للأمام تحول من بوشتا بوشتا عنده المساحة يبحث عن الفرصة للتمرير لوسام البليوي في وضع تسلل جاله الدعم من إسماعيل المترجي 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 والتغطية من الدفاع عبر مروان تغطية من الرجاء في خط الوسط من محمد المكعازي 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 يلعب المذكور مذكور يمر 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 لكن ما كانش تعور مذكور للمكعازي بن سكري الوردي 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 يبحث عن حل التمرير كرة من المكعازي مر لزكريا الأبطي من الطرف الأيمن زكريا الأبطي 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 حمزة الوسطي يلعب كرة ممتازة جدا للسلام من الوسطي كرة من الطرف الأيسر نفس السيناريو نفس السيناريو خاف الخطورة تتواصل المباراة دائما هنا في ملعب البشير في مدينة المحمدية بين الشباب ورجاء سيام الكرة عبد الله مذكور مذكور لزكريا الأبطي المذكور يمر مذكور يمر مذكور وتدخل الحارس في انتظار الأفضل في ثاني جولات هذه المباراة كرة من جديد من بلقصوت بلقصوت بلمس الكنترول من الملي عبد الجليل شبيرة شبيرة يبحث عن الحلول محمد المكعازي المكعازي عنده حل التسديد كرة تسدد وتدخل الحارس لنادي رجاء من الطرف الايمن كره رجوي عبر الهبطي الهبطي امام لاعبين ثلاثه يحاول يمر من الطرف الايمن الهبطي وحاصل من طرف لاعبي شباب المحمدي يفضل وان يلعب كره لعمر العرجون عمر 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 ينقل الكره في منطقه الجزاء وفرصه لحميد حداد كان بامكانه انه يسجل الهدف لكن راهي مرفوعه من طرف الحكم المساعد تضيع فرصه لرجاء في الدقيقه الاولى من هذه المباراه الاعاده لكرة رجوية كان متقدم شوية على آخر ودفعي شب تصل لمحمد المكعازي يفسح المجال لجمال حركاس التحول من الطرف الأيمن جمال جمال يلعب في منطقة الجزاء واحد اثنين ثلاثة يا سلام كان بالإمكان أن يكون الهدف كرة من صناعة رجوية من هابتي حضرها له حميد حداد الهابتي سدد تتحول بعيدة عن مرمى الحارس المطيع عن الإعادة لما حدث لما جرى للمشهد كما هو تسديد الكرة بشكل ممتاز جدا تتحول بعيدة شيئا دقيقة الجولة الثانية يقبل اللعب لكن الخطورة تأتي من المضاد من الكونتر اتاك بلمسة من الطرف ليس لكن راسي لم تكن أبرز فرصة لشباب المحمدية من أسامة المليوي بلمسة للوسطي يلعبها وتدخل دفاع في تايمينج ممتاز جدا عبد الإله بشكل طولي عوض النجوم للعب العرضي في هذه المواجهة كرة لفابريس نجوما 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 وتدخل من زولا من نجوما لزولا والكرة ضربة سوية للرجاء فابريس مراوغة في محله في مكانه في زمانه لكن تغيب عنه لمسة نتيجة هذه المباراة سواء للمحمدية أو للرجاء الرياضي كرة في منطقة الجزاء المتابعة بالراس تدخل المطيع نجوما زكريا زكريا للأمام كرة للأمام 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 من حميد للأمام من حميد وضربة زاوية أخرى لرجاء سيل من الكرات الثابتة من ضربات الزاوية ولو أنها لم تغير شيء من نتيجة هذه المباراة ضربة زاوية رجوية صعود اللاعبين طوال القائمة القادمون من الخلف القادمون من جبهة الدفاع لتقمص أدوار الهجوم كرة في منطقة الجزاء خروج المطيع المطيع يدخل كرة من جديد رجوية من الطرف الأيسر من جمال حركاس حركاس يلعبها زكريا الهبطي 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 بالراس وتدخل عادل تحيف تدخل للعرجون العرجون من الطرف الأيمن لرجاء
البحث عن كرة تعبر كل الحواجز للوصول لمرمى الحارس المطيع الذي يحسن التعامل. محمد النايري البديل لريس نجوما، استلام الكرة من الطرف الأيمن رجوية من الهابطي، هبطي الهبطي 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 مر الهبطي يلعب الهبطي ويغيب التركيز على الهبطي في الكرة الأخيرة تسدد بعيدا عن المرمى ويطالب المدرب التغيير، يطالب المدرب تغيير ويقول له لازم أنه يتم تغييري لأنه ربما إصابة تعرض له تمنع من إكمال المباراة. فيما محمد فخر يفكر في الصفصافي كما مع كونو أكونو والكرة في التماس لشباب المحمدية من الطرف الأيمن لشباب المليوي إلى الأمام والتغطية من دفاع الرجاء تعود مجددا من همام الفتى الهمام لأكونو أكونو المهاجم الذي يمهد طريق العبور من الطرف الأيمن أكونو البديل أكونو المراهن عليه من طرف محمد فخر والخطأ من عمر العرجون بطاقة حمراء من ياسين بوسيم البطاقة الحمراء الأولى للاعب الرجاء تحمر في وجه اللاعب الرجوي في آخر دقائق هذه المباراة. الرجاء مضطر للعب منقوص من لاعب من التدخل من عمر العرجون الذي يدفع الحكم لتوجيه بطاقة حمراء مباشرة لعمر وبالتالي الفريق مضطر لإكمال المباراة لعشرة لاعبين الإعادة للفرصة الماضية لنادي الرجاء. حميد أحداد والبطاقة الحمراء وياسين بوسيم يتحول للفار لمتابعة ما جرى في الكرة الماضية في منطقة الجزاء ومتابعة البطاقة الحمراء أيضا إعادة عمر العرجون. يتأكد ياسين بوسيم هل كان هناك قصد في توجيه ضربة بالمرفق أو لا. إعادة من مختلف الزوايا لما جرى ولما يحدث في الكرة الماضية وقرار الحكم ياسين بوسيم المتابعة بالتفصيل لما يحدث في الكرة الماضية. الفار في خدمة حكام البطولة الوطنية لإصدار قرارات تتناسب مع طبيعة ما جرى وطبيعة ما يحدث. ياسين بوسيم يعود ويلغي البطاقة الحمراء ويكتفي ببطاقة صفراء لعمر العرجون بدعوى أنه الكرة الأخيرة لم يكن فيها قصد وكانوا يقولوا أنا كنت أجري معه وبالتالي ما كانش عندي القصد للتدخل. والمباراة تتواصل يا سادة آخر دقائق هذه المواجهة. فابريسين غوما هيتم الباج السلام من الطرف الأيمن للرجاء فيما محمد فاخر يقول لهم شوي عليكم كل التركيز لازم أن يكون معاكم في ما تبقى من ثواني هذه المباراة. يعني ضغط ممارسة للمدربين الله يحسن أعوانهم.